تمكن مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لكتيبة العامرية مجموعة عين تيموشنت من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج المقدر بأكثر من 37 كيلوغرام. العملية جاءت بناء على معلومات متحصل عليها، مفادها وجود طلب من المخدرات لفظتها أمواج البحر بشاطئ ساسن بلدية ولاد بوجمعة، ليتم مباشرة تشكيل دورية وتمشيط المكان أين تم العثور على ذات الطرد بوزن إجمالي قدر ب 37.35 كيلوغرام مبللة ومغلفة بكيس بلاستيكي مصدرها البلد المجاور. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تحرير محضر في هذا الشأن وإرساله إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية.